التدابير الاستباقية لحماية المملكة من متحور أوميكرون للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. فليتفضل أحد السادة النواب بإلقاء السؤال. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمون، يثير الانتشار السريع الذي يعرفه متحور أوميكرون تحديات أساسية في سياق تحصين المملكة من أي انتكاسة محتملة، خصوصا أن المتحور الجديد بات على مرمى حجر من حدود المملكة، الأمر الذي يتعين معه تعزيز اليقظة واستباق الإجراءات والتدابير الاحترازية حماية لما حققته المملكة من نتائج إيجابية في حربها ضد هذا الوباء. لذا نسائلكم اليوم سيد الوزير عن الإجراءات والتدابير الاستباقية المتخذة من أجل حماية المملكة من متحور أوميكرون، وشكرا. تفضلوا سيد الوزير. السيدات والسادة النواب المحترمين، أن الجائحة علمت المغرب وعلمت المنظومة الصحية المغربية كيفاش تتأقلم مع التدبير ديال هذه الحالة الوبائية. يعني قبل ما يكون أوميكرون كان الفيروس الكورونا الكلاسيكي، ومن بعد جا الألفا، ومن بعد جا الدلتا، والدلتا اللي هو أكثر خطورة من الأوميكرون. الأوميكرون كيختص بالسرعة ديال الانتشار ديالو. إذن يعني واش حنا موجودين من ناحيه للطاقه الاستشفائيه، ولا من المصالح ديال الانعاش، ولا من جميع المستلزمات اللي خاصه لا قدر الله وقعت انتكاسه حنا باش نواجهوها. حنا شحال هذه حنا كنوجدوا، ماشي عاد اليوم. اذا دابا شو كيبقى واحد درجه اليقظه، لان المغرب ليس في منأى على انتكاسه اخرى. هذا الشيء اللي كنشهدوا على في دول العالم اليوم، كنشوفوا بان اوروبا كلها كعرفت انتكاسه اليوم الموجه الخامسه، وكاين الحمد لله حنايا الله بداو الارتفاع، وفي اليد ديالنا اننا اليوم نحاصروها، لان الاوميكرون حقيقه معروف بخمسه د المرات السرع وسريع الانتشار من الدلتا. ولكن الى التزمنا بالاجراءات الوقائيه وسرعنا درنا الجرعه الثالثه ديالنا، لان هذه الجرعه المعززه كتمكننا تمنح لنا 75% من المناعه ضد اوميكرون، فبالتالي يمكن نقلصوا من الاثار الجانبيه. هو معروف كيقولوا بان سريع الانتشار ولكن قليل الاماته، ولكن هذا الشيء كيخلعنا لحقاش حنا عندنا واحد الغموض، ما عارفينش على مدى المتوسط شنو يمكن له يدير الاوميكرون. واحد ثانيا ملي كنقولوا بان قليل الاماته قليل الفتك، راه العدد ديال المصابين يقدر يعطينا واحد العدد واحد النسبه ديال الفتك، فبالتالي حنا في غنى. انتهى التوقيت سيد الوزير. السيد نائب المحترم في اطار التعقيب تفضلوا. شكرا السيد الوزير. السيد الوزير المحترم، من المعلوم ان بلادنا استطاعت ولله الحمد ان تحقق في معركتها ضد فيروس كوفيد 19 جمله من المكتسبات، وهي مناسبة نغتنمها من أجل توجيه التحية إلى مختلف الأطر المتواجدة في الصفوف الأمامية لمحاربة هذه الجائحة، كل من موقعه وصفته، تقديرا لهم جميعا عن المجهودات المبذولة. غير أنه أمام ما يعرفه العالم والمملكة المغربية جزء منه من تطورات مستجدة في التعاطي مع الوباء والمتحورات الجديدة خصوصا أوميكرون، يتعين المزيد من تعزيز نظام اليقظة الوطنية وتحسيس المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات بأهمية التدابير الوقائية والحاجزية، من منطلق أن التواصل شرط أساسي لمواجهة. انتهى التوقيت سيد النائب المحترم. هل من تعقيب إضافي؟ تفضل السيدة النائبة. إذن قلت أن التلقيح هو وسيلة ناجعة لمواجهة الوباء، وأن فرض الجواز هو كذلك وسيلة لاطمئنان الساكنة. ولكن سيد الرئيس، ألا ترون بأن الاستمرار في فرض الجواز لولوجية المرافق العمومية
كما فرض بالمحامون على الصعيد الوطني، المحاميات والمحامون على الصعيد الوطني. سيد الوزير، ألا ترون بأنه ضرب سافر لمقتضيات المادة 120 التي تقضي بأن حقوق الدفاع هي حقوق مضمونة وأمام المحاكم، ولا ترون كذلك بأنها خرق لمقتضيات المادة 3 من قانون الطوارئ 2/20/1992 الذي في فقرته الأولى فيما يتعلق. سيدة النائبة المحترمة، انتهى التوقيت، هل من تعقيب إضافي؟ تفضلوا سيد الوزير.